الفنان المقتدر سي نورالدين بكر، رجل عاش في صمت واشتغل فوق الخشب في صمت، واشتغل أمام الشاشتين الصغيرة والكبيرة في صمت، ومات في صمت. هذه المناسبة الحزينة هي يوم كبير عند الله سبحانه وتعالى، يوم الجمعة، وعند وفاة الظهر سي نورالدين بكر، نودع إلى دار البقاء هاد الشجرة ديال مجموعة من الفنانين لكي يوزعونا يوما بعد يوم. هذا هو القدر، هذه هي سنة الحياة. نتمنى ونطلب من الله سبحانه وتعالى المغفرة والرحمة له ولجميع المسلمين وجميع الفنانة، والصبر والسلوان لنا ولباقي الأسرة الصغيرة والكبيرة. كان حضور أول حضور كان السي الغزواني وكذلك السي الحباج حسن الحيان. الناس اللي باقيين دابا كيقوموا بالإجراءات الإدارية، يتم الدفن ديالو بعد صلاة العصر في مقبرة الشهداء. وشكرا لكل المناظر الإعلامية اللي جات تواكب في الوقت ديال الظهر وفي الوقت ديال الغداء، وهذا الوقت اللي شوية ضيق، أنكم عانيتوا الطريق وصلوا لمواكبة الشيء جنازة الفنان المقتدر نورالدين بكر وتوديع الوداع الأخير. شكرا لكم جميعا. كان لي معهم لقاءين مهمين، كان اللقاء الأول بعد المرض ديالو، بعد ما سمعنا الخبر ديال المرض ديالو، كان أول شخص رميت الفيديو ديالو في واحد الحوار معاه. وكان قبل شهر أنا جيت زرتو، وكان الجميل فيه أنه رغم على فراش المرض كيسول على جميع الفنانات، كيسول على الإخوان، كيسول على الأمان، وكيطلب الرحمة للناس اللي توفى، وكيطلب الصحة للباقي. والنصائح ديالو كما هي بالابتسامة ديالو، كما أنه كان مشكل ديال الصوت كنفهمو الرسالة ديالو اللي كان كيبلغ. كثير ما يتقال على نورالدين بكر، ما عرفتش نقدر نقولو أنا أكثر ما يقولو الفنان اللي عاش معاه، أكثر ما يقولو الجمهور اللي يتفرج فيه. هذا الرجل الطيب أعطاه لنا الله وخداه الله، فتنطلبوا له الرحمة، الرحمة له، ونتمنوا الشفاء العاجل لمجموعة من الفنانين اللي راقدين دابا على الفراش. وكنتأسف للإعلام المغربي للأصدقاء ديالنا في الميدان اللي ما كيواكبوش الفنانة هما على فراش المرض أو فوق الخشبة، لأنهم ما كيتفكروا حتى الخبر ديال الوفاة. فهذا كان ليه هذه الرسالة نمشي للإعلاميين أنهم يواكبوا معنا الفنانين في زيارة ديالهم، لأن الزيارة ديالهم راه كتبلغ واحد الرسالة ديال العطف، وكترد لهم واحد حب الكرامة والتكريم، وهما في الحياة كيتوجهوا. شكرا لكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.